السلام عليكم يا شباب. النهاردة بإذن الله هناخد الحركة في الإنسان كمثال للثدييات. احنا طبعا خدنا الحركة في النبات المرة اللي فاتت، النهاردة بإذن الله هناخد الحركة في الإنسان. حركة الجسم بتعتمد على التعاون والتناسق ما بين ثلاث أجهزة رئيسية. يعني الإنسان عشان يتحرك بيبقى فيه تعاون وبيبقى فيه تناسق ما بين ثلاث أجهزة في جسمه. أول جهاز هو الجهاز الهيكلي، وإحنا أخذناه بالتفصيل، خدنا الهيكل المحوري والهيكل الطرفي والمفاصل والأربطة والأوتار والغضاريف، خدنا كل حاجة عن الجهاز الهيكلي. إيه وظيفته؟ أول حاجة إنه بيشكل مكان اتصال مناسب للعضلات. رقم اتنين إنه بيعمل كدعامة للأطراف. تلاتة إن المفاصل بتقوم بدور مهم في حركة أجزاء الجسم المختلفة. بما إننا درسنا كل جزء أساسا من مكونات الجهاز الهيكلي، فهيبقى سهل علينا جدا إن احنا نفهم وظيفته من غير ما نحفظها. مكان اتصال مناسب للعضلات، يعمل كدعامة للأطراف، والمفاصل بتقوم بدور مهم في حركة أجزاء الجسم المختلفة. طيب دلوقتي بقى الجهاز التاني هو الجهاز العصبي. الجهاز العصبي احنا درسناه بالتفصيل في سنة تانية ثانوي. طبعا اللي نسيه يبقى ان شاء الله بسيب لكم برضو الشرح بتاعه، هنرجع نشرحه تاني وبسيب لكم لينك الفيديو ان شاء الله في الديسكريبشن بتاع الفيديو ده. خلاص كده. طيب معلومة بسيطة أو سطر كده، إن الجهاز العصبي بيلعب دور مهم جدا في الحركة. إزاي بقى؟ لأن الجهاز العصبي بيدي أوامر للعضلات على شكل سيالات عصبية، فبتتم الاستجابة تبعا لذلك في صورة انقباض أو انبساط العضلة مما يسمح بالحركة. نركز، الجهاز العصبي بيدي أوامر للعضلات على شكل سيالات عصبية، فالعضلات بتستجيب. طيب أعرف استجابة العضلة إزاي؟ لا إما بتنقبض لا إما بتنبسط، عشان كده بنقدر نتحرك يا شباب. الجهاز العضلي بقى هو اللي هنتكلم عليه بالتفصيل في الدرس ده. الجهاز الهيكلي خدناه، والجهاز العصبي قلنا أخذناه في تانية ثانوي. الجهاز العضلي هو اللي هنتكلم عنه بالتفصيل في الفيديو. الجهاز العضلي هو مسؤول عن حركة أجزاء الجسم، حيث إن انقباض وانبساط بعض العضلات فبيؤدي إلى حدوث الحركة. الجهاز العضلي هو عبارة عن نوعين من العضلات، عضلات الإرادية اللي هي العضلات الهيكلية أو المخططة، وده أنت بتقدر تتحكم فيها وبتشمل معظم عضلات الجسم. أنت مثلا تقدر تحكم إيديك، تقدر تحكم في حركة إيديك، فاهم؟ تحركها زي ما أنت عاوز، وكذلك رجليك. فهو بيقول ان العضلات الاراديه سواء الهيكليه اللي هي بتتصل يا شباب الجهاز الهيكلي، او انها بتتصل بالعظم، العضلات اللي بتتصل بالعظم. فالعضلات الاراديه دي سواء الهيكليه او المخططه اللي هي بتتصل بالجهاز الهيكلي او اللي هي بتتصل بالعظم، انت كانسان بتقدر تتحكم فيها وبتشمل زي ما قلنا معظم عضلات الجسم. وفي عضلات اللا إرادية، من اسمها كده، طالما عضلات لا إرادية يبقى طبيعي جدا انك ما تقدرش تتحكم فيها، زي العضلات الملساء وعضلة القلب. يعني انا مثلا لو قلت لك وقف قلبك دلوقتي انت مش هتقدر تعمل كده، انت ما تقدرش تتحكم في عضلة قلبك. يبقى العضلات اللا إرادية هي التي لا يستطيع الانسان التحكم فيها، تشمل العضلات الملساء وعضلة القلب. معلومة بسيطة، احنا قسمنا العضلات دلوقتي لنوعين، قلنا في عضلات إرادية وقلنا في عضلات لا إرادية. برضو أقدر أقسم العضلات لثلاث أنواع. ممكن أقدر أقسمها إلى عضلات هيكلية اللي هي بتتصل بالجهاز الهيكلي اللي هي بتتصل بالعظم، وممكن أقسمها إلى كمان عضلات قلبية، وممكن أقسمها إلى عضلات ملساء. معايا يا شباب؟ يبقى أنا أقدر أقسم العضلات إلى عضلات إرادية وإلى عضلات لا إرادية، دي تقسيمة. وممكن أقسم العضلات لثلاث أنواع، لعضلات هيكلية وعضلات قلبية وعضلات ملساء. دلوقتي هندرس بقى الجهاز العضلي بالتفصيل. الجهاز العضلي يتركب الجهاز العضلي من مجموعة من وحدات تركيبية اسمها العضلات. يبقى وحدة تركيب الجهاز العضلي هي العضلات. خلاص، زي مثلا ما اقولك ايه هي وحدة تركيب الجهاز العصبي فتقول الخلية العصبية. خلاص، ايه هي الوحدة التركيبية للكلية فتقول النفرون، وهكذا. يبقى الوحدة التركيبية للجهاز العضلي هي العضلات. الجهاز العضلي هو مجموع عضلات الجسم. يعني الجهاز العضلي لما اجي اعرفه بقول ان هو مجموع عضلات الجسم. نيجي بقى نتكلم بالتفصيل عن العضلات.
العضلات هي عبارة عن مجموعة من الأنسجة العضلية والتي تعرف باللحم. يعني انت جسمك بيبقى فيه عضلات، يعني ده بتبقى اللحم، زي مثلا قطعة اللحمة اللي انت ممكن تاكلها اللي هي بيبقى فيها بروتين، فدي بتبقى العضلة بتاعة الحيوان اللي انت ذبحته او العضلة بتاعة الحيوان اللي انت اشتريت لحمته، يعني فاهمني؟ فالعضلات هي عبارة عن مجموعة من الأنسجة العضلية وبنعرفها باللحم، هي اللحمة. خلاص كده؟ طيب عدد العضلات كام يا شباب؟ عدد العضلات 620 عضلة أو أكثر. إيه بقى كلمة أو أكثر دي؟ بص يا شباب، أدي دي دلوقتي عضلة جفن علوي، دي دلوقتي أهي عضلة جفن علوي، خلاص؟ ودي عضلة جفن سفلي، ركز معايا، يبقى دي عضلة جفن علوي ودي عضلة جفن سفلي. ايه بقى انت بتقولي لي ان مجموعة عضلات في الجسم، مجموع العضلات في الجسم عبارة عن 620، ده مجموع العضلات في الجسم. طيب يعني العلماء اختلفوا في النقطة دي ازاي؟ في علماء قالت لك عضلة الجفن العلوي وعضلة الجفن السفلي احنا هنعدها مع بعض عضلة واحدة، فالعلماء اللي قالوا كده عدوا العضلات في الجسم على انها 620. خلاص يا شباب؟ طيب ايه كلمة او اكثر دي؟ في علماء قالوا هنعد عضلة الجفن العلوي وعضلة الجفن السفلي بعضلة واحدة بس، فقدروا عدد العظام اللي في جسمك ب 620، وفي علماء قالوا لا، عضلة الجفن العلوي هنعتبرها عضلة وعضلة الجفن السفلي هنعتبرها عضلة تانية، فبالتالي قالوا لا، يبقى هنا بقى مش 620 بالظبط، هنا يبقى اكثر من 620. فالعلماء الكبار قالوا لهم خلاص ما تزعلوش نفسكم، او الحكم بتاعهم قالوا لهم ما تزعلوش نفسكم، هم 620 او اكثر، لما نيجي نكتبها نقول 620 او اكثر. يبقى العلماء انقسموا الى شقين، في شق قال انا هعد عضلة الجفن العلوي وعضلات الجفن السفلي مع بعضها كأنها عضلة واحدة، وفي شق قال لك لا، انا هعتبر عضلة الجفن العلوي عضلة وعضلة الجفن السفلي عضلة. ده لو اعتبرناهم عضلة واحدة هيديك 620 عضلة، لو اعتبرناهم عضلتين هيديك اكثر من 620. فعشان كده لما بيجوا يكتبها لكم الحكماء بتاعهم اللي هم كبار العلماء قالوا لهم خلاص لما نيجي نكتبها في الكتاب هنقول 620 او اكثر، وانت اختار اللي يريحك، اعتبرتوهم عضلة واحدة ماشي، اعتبرتوهم عضلتين برضو ماشي. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف ايه هي خصائص العضلات. اول حاجة هي خيطية الشكل بصفة عامة، خصائص العضلات انها خيطية الشكل، خلاص كده يا شباب. طيب رقم 2 لها قدرة على الانقباض والانبساط عشان تأدي الانشطة والوظائف المختلفة. يبقى ليها خاصيتين، خيطية الشكل بصفة عامة، الخاصية التانية انها ليها قدرة على الانقباض والانبساط عشان تأدي الانشطة والوظائف. دلوقتي بقى عايزين نعرف طب ايه هي وظائف العضلات ضرورية لتأدية النشاطات والوظائف التالية. أول وظيفة يا شباب الحركة، وتشمل تغيير وضع عضو معين من الجسم بالنسبة لبقية الجسم، اللي احنا كنا أخذناها الحركة الموضعية، إن يعني يبقى في حاجة ثابتة والحاجة التانية بتتحرك، وخدنا مثال عليها الحركة الدودية، لما تبقى الحركة الدودية دي شغالة جواك لما تاكل حاجة عشان تدفع الطعام داخل القناة الهضمية وجسمك ثابت، يعني بيبقى في عضو ثابت والعضو التاني إيه بيتحرك، خلاص كده؟ تمام، وبالتالي تحريك أجزاء الجسم المختلفة وأداء الإنسان لحركاته الميكانيكية. يبقى أول وظيفة الحركة، الحركة اللي هي اتكلمنا عليها الحركة الموضعية. الوظيفة التانية يا شباب الانتقال، الانتقال من مكان لآخر اللي احنا سميناها حركة كلية، ان انت كلك على بعضك تمشي، سواء بقى بحثا عن لقمة العيش او سعيا وراء الجنس الآخر او للتعليم او لأي غرض، المهم انك بتنتقل كلك على بعضك كده من مكان للتاني. الوظيفة الثالثة يا شباب المحافظة على وضع الجسم سواء وانت قاعد أو وانت واقف، وذلك بفضل عضلات الرقبة والجذع والأطراف السفلية. يعني مثلا يا شباب عضلات الرقبة بتتصل بعظام الجمجمة، فعشان كده بتشد الجمجمة للخلف وبتمنعها من السقوط للأمام. مركزين معايا؟ أنا بجيب لك مثال، إحنا قلنا إن الوظيفة الثالثة من وظائف العضلات إنها بتحافظ على وضع الجسم سواء وإنت جالس أو وإنت واقف، وده بفضل عضلات الرقبة. بتعمل إيه بقى عضلات الرقبة دي؟ عضلات الرقبة بتتصل بعظام الجمجمة، فبتشد الجمجمة لورا
وبتمنعها من انها تقع لقدام، وبتحافظ على وضعية الرأس، وبتحافظ على وضعية الرأس. يبقى عضلات الرقبة تتصل بعظام الجمجمة، بتشد الجمجمة للخلف، بتمنعها من السقوط إلى الأمام، وبتحافظ على وضعية الرأس. رقم 2، عضلات الجذع. عضلات الجذع هي بتحافظ على وضعية منطقة الصدر، بتحافظ كمان على وضعية منطقة البطن. خلاص كده، يبقى عضلات الجذع بتحافظ على وضعية منطقة الصدر، وبتحافظ على وضعية منطقة البطن. أما بقى الأطراف السفلية فهي بتحافظ على وضعية الجسم سواء في الجلوس أو في الوقوف، بتخليك قادر تقعد وبتخليك قادر تقف. فدي وظيفة الأطراف السفلية أو عضلات الأطراف السفلية. أتمنى أن تكونوا فهمتوها بالتفصيل. رقم 4، أو الأهمية الرابعة، أو عفوا الوظيفة الرابعة من وظائف العضلات، إن استمرار حركة الدم داخل الأوعية الدموية، وبتحافظ كمان على ضغط الدم طبيعي نتيجة انقباض العضلات الملساء اللا إرادية الموجودة في جدران هذه الأوعية. الكلام ده إزاي؟ أو أنا عايزة أفهمه. كنا أخذنا يا شباب إن الجهاز الدوري بيتكون من القلب وبيتكون من الأوعية الدموية، وعرفنا ان البطين الايسر لما بينقبض الدم بيروح للشريان الاورطي. طيب انا عندي بقى الشريان الاورطي ده، لما الدم بيروح له بعد كده الشريان الاورطي بيدفع الدم الى باقي اجزاء الجسم. طب الكلام ده بيحصل ازاي؟ قال لي ان الشريان بيكون فيه عضلات لا اراديه، الشريان الاورطي بيكون فيه عضلات لا اراديه، فلما بتنقبض هذه العضلات فده بيمثل ضغط على الشريان، كأنك بتضغط على الشريان، فالدم بيندفع لباقي التفرعات الأصغر. أتمنى أن تكونوا فهمتوها. بصوا يا شباب، آدي رسمة توضيحية مثلا، عفوا، آدي رسمة توضيحية للشريان الأورطي مثلا. يعني الشريان الأورطي بيكون فيه هنا كده عضلات، العضلات اللي انا بلونها دي، العضلات دي بقى لا اراديه، يعني العضلات لا اراديه، فلما بتنقبض بتضغط على الشريان فالدم بيندفع الى باقي التفرعات الصغيره. اتمنى يكونوا فهمتوها يا شباب. يبقى الوظيفه الرابعه من وظائف العضلات استمرار حركه الدم داخل الاوعيه الدمويه، وبتحافظ على ضغط الدم طبيعي، ده نتيجه انقباض العضلات الملساء اللي هي العضلات اللا اراديه الموجوده في جدران هذه الاوعيه. خلاص، فقلنا المثال عليها في الشريان الأورطي. دلوقتي بقى هناخد تركيب العضلة. العضلة الهيكلية بتتركب من ايه؟ احنا اتفقنا الأول ان العضلة هي الوحدة التركيبية للجهاز العضلي. طيب تركيبها هي بتتركب من ايه؟ قال ان العضلة الهيكلية بتتكون من عدد كبير من خيوط رفيعة متماسكة مع بعضها، اسمها الألياف، او بنسميها الخلايا العصبية. تمام؟ طيب الألياف العصبية دايما موجودة في مجموعات بنعرفها بالحزم العضلية. الحزمة العضلية بتكون محاطة بغشاء يعرف بغشاء الحزمة. خلاص كده يا شباب، يبقى العضلة الهيكلية بتتكون من عدد كبير من خيوط رفيعة متماسكة مع بعضها. الخيوط الرفيعة المتماسكة دي بتكون لي حزمة من الألياف العضلية، حزمة من الألياف العضلية، وبتبقى محاطة بغشاء، فالغشاء ده بيسموه غشاء الحزمة زي ما انتم شايفين. يبقى الحزمة العضلية عبارة عن خيوط رفيعة متماسكة. يبقى العضلة بيتفرع منها خيوط رفيعة متماسكة اللي هي الألياف، والألياف بتكون موجودة في حزمة عضلية. خلاص كده يا شباب، يبقى تاني، يبقى العضلة بيتفرع منها مجموعة من خيوط رفيعة متماسكة اللي هي الألياف العضلية، والألياف العضلية دايما بتكون موجودة في حزمة. خلاص، وبتكون محاطة هذه الحزمة بغشاء فبسميه غشاء الحزمة. وادي الرسمة قدام حضراتكم، ادي العضلة متفرع منها خيوط رفيعة، دي بنسميها الألياف العضلية، والليفة أو الألياف العضلية موجودة هي في حزمة، وهذه الحزمة تحاط بغشاء فبنسميه غشاء الحزمة. خلاص كده. طيب دلوقتي بقى عايزين نعرف تتكون الليفة أو الخلية العضلية دي بتتكون من ايه. خلاص، يبقى احنا عرفنا ان العضلة بتتكون من الياف او بتتكون من خلايا عضلية. انا عايز اعرف بقى الخلية العضلية او الليفة العضلية ايه مكوناتها. خلاص يا شباب، طيب اول حاجة المادة الحية او البروتوبلازم، وهي تشمل السيتوبلازم اللي بيعرف في العضلات باسم الساركوبلازم.
بتتكون كمان من عدد كبير من الأنوية، فيها أنوية كتير، نواة كتير. رقم 3 غشاء خلوي بيسموه الساركوليما، يحاط بالساركوبلازم أو يحيط بالساركوبلازم، ومجموعة لليفات عضلية عددها بيتراوح ما بين 1000 لـ2000 لليفة مرتبة طوليا ومميزية للمحور الطولي للعضلة. خلاص، قبل ما أوضح الكلام أو قبل ما أشرحه بالتفصيل، عايزة أقول لكم بس حاجة بسيطة. زي ما قلنا إن الوحدة التركيبية للجهاز العصبي هي الخلية العصبية، وحدة مثلا التركيبية للكلية هي النفرون، فالوحدة التركيبية يا شباب، الوحدة التركيبية للجهاز العضلي هي الخلية العضلية أو هي الليفة العضلية. يبقى الوحدة التركيبية للجهاز العضلي هي الليفة العضلية أو هي الخلية العضلية. دلوقتي بقى نشرح مكوناتها. لازم تعرف إن العضلة باللغة اللاتينية معناها الساركو. عفوا، العضلة باللغة اللاتينية معناها الساركو. فعشان كده لما بقول إن الليفة العضلية بتتكون من البروتوبلازم، والبروتوبلازم بيشمل السيتوبلازم، فعشان كده سمالك السيتوبلازم الساركوبلازم، بدل السيتو خلاها الساركو. ليه؟ لانه موجود في العضلات، وانا بقول ان العضله باللغه اللاتينيه معناها الساركو، عشان بس ما تستصعبش الاسم. خلاص، يبقى الليفه العضليه او الخليه العضليه بتتكون من اول حاجه طبيعي خليه، يبقى فيها ماده حيه اللي هي البروتوبلازم، والبروتوبلازم بيشمل السيتوبلازم. طب هم ليه بيسموه في العضلات بالساركوبلازم؟ علشان العضله في اللغه اللاتينيه معناها الساركو. خلاص كده يا شباب. طيب رقم 2، عدد كبير من الأنوية، وده بيميزها عن بقية الخلايا، لأن في الغالب الخلية بيكون فيها نواة واحدة، أما دي فيها عدد كبير من الأنوية. رقم 3، غشاء خلوي يسمى الساركوليما. واتفقنا ليه الساركو؟ ليه الساركو؟ عشان العضلة باللغة اللاتينية معناها الساركو. الساركوليما أو الغشاء ده يحيط بالساركوبلازم اللي هو أساساً بنسميه السيتوبلازم، ولكن هنا ساركوبلازم عشان العضلة باللغة اللاتينية معناها ساركو. يبقى الغشاء اللي هو الساركوليما يحيط بالساركو إيه؟ بلازم، يحيط بالساركوبلازم. رقم 4، مجموعة لليفات عضلية. الليفة العضلية عددها بيتراوح في الخلية العضلية ما بين 1000 لليفة لـ2000 لليفة مرتبة طوليا وموازية للمحور الطولي للعضلة. يبقى بتبقى مرتبة بالطول وموازية للمحور الطولي للعضلة. يبقى في الآخر كده أنا عايزة أقولك إيه؟ أنا عايزة أقولك إن العضلة بتتكون من حزم عضلية. العضلة بتتكون من حزم عضلية، والحزمة بتتكون من ألياف عضلية، والألياف العضلية بتتكون من لليفات عضلية. أتمنى تكونوا فهمتوها يا شباب. يبقى العضلة بتتكون من حزم عضلية، والحزم العضلية هي عبارة عن ألياف عضلية، والألياف العضلية هي عبارة عن لليفات، يعني كلمة لليفة تصغير ليفة. خلاص كده، يبقى العضلة تتركب من حزم عضلية، والحزم العضلية بتتكون من ألياف عضلية، والألياف العضلية بتتكون أو بتتركب من لليفات عضلية. بص يا شباب، أتمنى أن تكونوا مركزين في الرسمة دي. دي رسمة القطعة العضلية أو رسمة اللليفة العضلية. بصوا كده، هي عبارة عن أدي خيوط أكتين، وعندي برضو الخيوط اللي باللون الأحمر دي مايوسين، واللي باللون الأخضر أكتين. خلاص طيب، فبيقول لي إن إيه هي عبارة عن منطقة داكنة. ايه اللي مش هقولك عليها دي؟ هي عبارة عن منطقة داكنة، لانها بتتكون من خيوط الاكتين بالاضافة الى خيوط المايوسين. ادي ايه؟ فهي عبارة عن خيوط اكتين وخيوط مايوسين، فبتبقى منطقة سودة مظلمة بستين، يعني مظلمة منطقة سودة. خلاص خلينا كده. طيب عندي بقى اي، دي هي بتبقى منطقة مضيئة. اي هي بتبقى منطقة مضيئة لانها بتتكون من خيوط بروتين رفيع اللي هو الاكتين. اي بتتكون من اكتين بس، فعشان كده هي بتبقى منطقة مضيئة، بتبقى منطقة مضيئة. زد ده خط وهمي وبيبقى خط داكن، خط وهمي وبيبقى خط داكن. خلاص طيب، اتش دي، اتش دي يا شباب، اتش دي بتبقى منطقة شبه مضيئة، بتبقى منطقة شبه مضيئة، بتتكون بس من خيوط المايوسين، ما فيهاش الا خيوط مايوسين.
تاني عشان تفهم رسمة القطع العضلية زي ما انتم شايفين، هي بتتكون من أكتين اللي هو باللون الأخضر وميوسين اللي هو باللون الأحمر. عندي شوف كام منطقة، عندي 4 مناطق. المنطقة A هي منطقة داكنة، ليه بقى؟ لأنها بتتكون من خيوط أكتين وخيوط ميوسين مع بعض. المنطقة H هي منطقة شبه مضيئة لأنها بتتكون بس من خيوط الميوسين. المنطقة I مضيئة خالص لأنها بتتكون من الأكتين. زد هو خط داكن وهمي، زد هو خط داكن وهمي. ده بالنسبة لرسمة الكتاب. أنا عملتها بقى رسمة يدوي كده، بصوا دي الرسمة اليدوي اللي أنا عملتها لها. عملت إيه؟ عملت خطين زد، عملت خطين زد، أدي واحد وأدي التاني. وبعد كده يا شباب اللي باللون البنفسجي ده هي خيوط الأكتين، عملت 4 خيوط من الجهتين، من الجهة دي ومن الجهة دي. واللي باللون الأسود ده المظلل ده هي خيوط المايوسين، اللي باللون الأسود المظلل ده خيوط المايوسين. كملت، يبقى ده مايوسين وده مايوسين وده مايوسين. أي حاجة باللون الأسود المظلل قدامكم دي المايوسين يا شباب، واللي باللون البنفسجي ده ده الأكتين، اللي باللون البنفسجي ده هو الأكتين. فطبعا علمت اهو على المنطقة ايه، احنا اتفقنا ان المنطقة ايه هي عبارة عن خيوط مايوسين وخيوط أكتين، فبتبقى منطقة داكنة. دي المنطقة اتش هي مايوسين بس بتبقى شبه مضيئة، تبقى شبه مضيئة، تمام. وادي المنطقة اي مضيئة لانها خيوط أكتين بس. خلاص، اتمنى تكونوا فهمتوا الرسمة دي. كمان تعالوا نقرأ بقى شباب، بيقول تتكون كل لليفة عضلية من مجموعة من الأقراص أو المناطق المضيئة. مجموعة من الأقراص المضيئة أو مجموعة من المناطق المضيئة اللي هي المزمار الرمز I، اللي هي كان الرمز بتاعها I. خلاص، يبقى كل لليفة عضلية بتتكون من مجموعة من الأقراص المضيئة أو مجموعة من المناطق المضيئة يرمز لها بالرمز I. طيب I دي بتتكون من خيوط بروتينية رفيعة اللي هي الأكتين بس، هي عبارة عن أكتين بس، ويقطعها في منتصفها خط داكن. في منتصف اي اللي هي عباره عن خيوط اكتين بس بيبقى فيه خط داكن، الخط الداكن ده وهمي بنرمز له بالرمز زد. خلاص، طيب يبقى دي اول مكون يا شباب اللي هي المنطقه اي. المكون الثاني هي مجموعه من الاقراص او مجموعه من المناطق الداكنه اللي احنا بنرمز لها بالرمز A. اللي احنا بنرمز لها بالرمز A هي بتتكون من خيوط الاكتين بالاضافه الى نوع تاني من الخيوط البروتينيه السميكه اللي هي المايوسين، وبيتوسطها منطقه شبه مضيئه بنرمز لها بالرمز H. وهي تتكون H دي بتتكون من خيوط المايوسين بس، H بتتكون من خيوط المايوسين فقط. خلاص كده يا شباب. طيب عايزين نعرف القطع العضليه او عاوزين نعرف الساركومير. القطع العضليه يا شباب هي المسافه بين كل خطين متتاليين زد والموجوده في منتصف المناطق المضيئه في الليفه العضليه. خلاص كده، يبقى لما اجي اعرف تاني القطع العضليه او لما اجي اعرف الساركومير بقول هي المسافه بكل خطين متتاليين زد والموجوده في منتصف المناطق المضيئه. موجوده ما بين 2i، موجوده ما بين 2i، فموجوده ما بين منتصف المناطق المضيئه في اللوليفه العضليه. خلاص، يبقى هعيدها مره كمان. يبقى اللوليفه العضليه بتتكون اول حاجه من مجموعه من الاقراص المضيئه برمز لها بالرمز i، وهي عباره عن خيوط الاكتين وبيقطع في منتصفها خط داكن اللي هو بيرمز له بالرمز زد. وفي برده مجموعه من الاقراص الداكنه بنرمز لها بالرمز A، ودي بتتكون من خيوط الاكتين بالإضافة إلى خيوط المايوسين، وبيبقى بيتوسطها منطقة شبه مضيئة اللي هي H. المنطقة H هي عبارة عن خيوط مايوسين سميكة بس يا شباب. دلوقتي هو مديك الحاجات اللي انت المفروض تستنتجها أو المفروض تتضح لك بعد ما درسنا تركيب القطع العضلية. أول حاجة بيقولك إن المناطق اللي فيها أكتين بس تبقى مناطق مضيئة. خلاص، احنا عرفنا إن المناطق المضيئة هي بيبقى فيها أكتين بس، في خط داكن زد بيتوسط المناطق المضيئة، عرفناه وشفناه. المناطق اللي فيها مايوسين بس بتبقى مناطق شبه مضيئة، زي المنطقة H فيها مايوسين بس فبتبقى منطقة شبه مضيئة. طيب المناطق اللي فيها أكتين ومايوسين معا بتبقى ضلمة، تبقى مناطق داكنة. خلاص، المنطقة اللي فيها أكتين ومايوسين معا بتبقى مناطق داكنة اللي هو إيه اللي احنا شفناه. طيب بعد كده مديك ملحوظة كمان، بيقول في الليفة العضلية الواحدة عدد المناطق شبه المضيئة H بيساوي عدد المناطق الداكنة A بيساوي عدد القطع العضلية. ركز، عدد المناطق شبه المضيئة H يعني H بيساوي A بيساوي عدد القطع العضلية. خلاص يا شباب، H اللي هي المناطق شبه المضيئة بتساوي A اللي هي المناطق الداكنة بيساوي عدد القطع العضلية. بيقول كمان إن عدد المناطق المضيئة I بيساوي عدد القطع العضلية زائد 1.
عدد المناطق المضيئة I بيساوي عدد القطع العضلية زائد 1. طبعا احنا هنبقى ناخد مسائل على الكلام ده بإذن الله لما ينزل الكتاب، كتاب الامتحان في الأحياء، خلاص هنبقى نحل بإذن الله على المسائل دي، ولكن احنا بنشوف الشرح دلوقتي. يبقى عدد المناطق شبه المضيئة H، H بتساوي ايه؟ بيساوي عدد القطع العضلية، وعدد المناطق المضيئة I بيساوي عدد القطع العضلية زائد 1. أما عدد الخطوط الداكنة زد، عدد الخطوط الداكنة زد بيساوي برضو عدد القطع العضلية زائد 1. بعد كده يا شباب مديني ملاحظات، بيقول ايه؟ بيقول ان توجد المناطق الداكنة والمضيئة. طب عايزة اقول ان في منطقة داكنة وفي منطقة مضيئة، الكلام ده بيكون في العضلات الهيكلية والعضلات القلبية بس. في مناطق، ما اقول ان العضلة دي او دي عضلة فيها قطع عضلية عبارة عن مناطق داكنة ومناطق مضيئة، فده انا كده بتكلم لا اما عن عضلة هيكلية لا اما عن عضلة قلبية، عشان كده سموها العضلات المخططة. بيبقى مكونة من منطقة داكنة، منطقة مضيئة، منطقة شبه مضيئة، خلاص كده، فدي بتبقى عضلات مخططة. لا توجد المناطق الداكنة والمضيئة في العضلات الملساء، عشان كده بنقول عن العضلات الملساء انها عضلات غير مخططة. العضلات الملساء أساسا بتتكون من نوع واحد بس من الخيوط، بيبقى كده شبه خيوط الأكتين، فطالما هي فيها نوع واحد بس كده من الخيوط فبتبقى عضلات غير مخططة. خلاص كده يا شباب. يبقى تاني، المناطق الداكنة والمضيئة موجودة لا إما في العضلات الهيكلية لا إما في العضلات القلبية، فبنسميها عضلات مخططة. لا توجد المناطق الداكنة والمضيئة، مفيش منطقة داكنة ومفيش منطقة مضيئة في العضلات الملساء، عشان كده بيسموها العضلات غير المخططة، بيسموها بالعضلات غير المخططة. لازم تعرف ان العضلات الملساء فيها نوع واحد من الخيوط شبه خيوط الاكتين، شبه، خلاص، شبه خيوط الاكتين، فبتبقى اسطمبة واحدة او لون واحد، فعشان كده هي بتكون غير مخططة. خلاص كده يا شباب. بالنسبة بقى احنا كده بنشرح عن النظام القديم. بصوا يا شباب، هو غلطة معظمنا ان هو فاكر ان النظام القديم طريق والنظام الجديد ده طريق تاني خالص، بس هو الشرح يا شباب والله هو هو، فسواء بنشرح من كتاب جديد او كتاب قديم هي مش هتفرق، ولكن الحل معانا هو اللي هيفرق، سواء على نظام الاسئله الجديد فاحنا هنجيب الكتب الحل نظام الاسئله الجديد ونحل، ولكن الشرح هو هو، لان في اساسا مواد تعتمد على الفهم، ففي كل الاحوال ما تعتبرليش ان ده طريق خالص، كانك ده رايح حته وده رايح حته تانيه، لا هما برضو مرتبطين ببعض، مش نظام جديد اللي هو النظام اللي جاي من المريخ يعني، برضو بيبقى فيه تشابه. بس كده يا شباب، درس النهارده خلص، اتمنى تكونوا استفدتم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.